موشي موش أصدقائنا الرائعين احذروا المرة جايين ومعنا حكاية سياني القسم الرابع بعد طلبكم الكبير عليها دورنا ولقينا كم فصل نازلين الحمد لله وقررنا نعملكم إياها فبدنا تفاعل ضخم مثل ما عم نعمل لعيونكم حطوا اللايك لعيوننا قبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على رسولنا الكريم وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لتوصلكم كل مقاطعنا ولتس و جو بتطلع سي يعني في التابع وبتقول له يعني بتوقع انه هالمعاملة مش ولا بد طبعا بتوتر بيحكي لها بتوقع انه في سوء فهم فبتقول له والله طيب حل سوء الفهم هذا لانه اتوقع انه كلكم لازم تحلوه ولا كيف يعني اكيد سمعتوا شو اللي حكى والدي انه لا يمكن اعتبار اهانة الاميرة يعني انا من قبل اتباع العيلة اللي المفروض يدعمونا خطيئة خفيفة سواء استقليت من منصبك أو استقلت منه أو تمت مصادرة ممتلكاتك ولا طردك كل شيء رح يصير وفقا لرغباتي أنا على حسب ظني يعني هاد اللي حكاه طبعا بيرتعبوا كلهم وبيحسوا بالخطر وبتقول هل بتفكروا اني مبينة ضعيفة وان الضوء مخيف تفكير ساذج وغبي بس بتعرفوا يعني انا اكيد مش رح اعاقب التابعين اللي يشتغلوا بجد كرمال عيلتنا لكل هالفترة الطويلة فبينط واحد وبيقولها واو قديشك رحيمة مش قادر اصدقك ومع هيك فهي سلطة ما نحن اياها والدي يعني بتعرفوا ما فيني اتجاهلها برضو مع اني حاولت اتجاهل الموضوع بس لما بتذكر قديش بتعاملوني بطريقة قاسية بحس اني مش قادرة فبيحكي واحد منهم اه ادركت اخيرا انه هالامر بيحتاج للمعالجة الحازمة يعني في موضوع استغلال اسم فلست للحصول على الطعام هي هي العقوبة الوحيدة اللي بتنسجم عن اهانة الاميرة فلست المهم بتحكي لهم يعني بتمنى تتفهموا الموضوع وهيك فبيحكوا لها تمام فبتقول تمام في حال ما كان في اجتماع مثل اليوم بفهم انه الاجتماعات اللي رح تتم بحضور بعض ممثلي العيلة اللي بيزوروا البيت لهيك رح اقوم بتغيير الاماكن بس اللي قاعدين بالصف الامامي بيقدروا يحضروا الاجتماعات التالية بيوقف واحد فيهم بيقولها نعم شو هالكلام شو قصدك كيف إلك الجرأة قال تغير التسلسل الهرمي اللي قام الضوء بإنشائه فهي بعقلها بتقول على كل حال أصلا الهباي اللي قاعدين بالمقدمة بيعتبروا من أنصار إريك لهيك راح تكون فكرة جيدة إني أغتنم هالفرصة وأغير الأمور بيجيها واحد من الخدم وبتقول يرجع توجيه السادة بسرعة إلى المقاعد الخلفية بينصدموا كتير وبيقولوا لها شو هالكلام اللي عم تحكيه؟ لا لازم يعني هذا التصرف قال مش منطقي وبليز اتركيني وما بعرف شو وقال حدا فيكم يخبر يدوق بهالكلام طبعا هي بتقول شو هالإزعاج هاد بس سوري يعني رح أتنمر عليكي يمكن سمع صوتهم كتير بسبب دناك الطوال وبيبلشوا يحكوا لها قال ما رح تفلتي بعد ما عملتي هالشي فينا، كيف اصلا عم يحكوا مع بنت الدو بهالشكل هاد؟ طبعا شكلها تركت هاد اللي من اتباعها وبيحكي انه في شي اكيد اتغير بالاميره، بس على فكره والدها معها وبيدعم قرارها وقالها انا مية بالمية معك باللي بدك تعمليه، لما تفقت الامر هالمره وانصدمت بالقمه وكانت فوضى بشكل كتير كبير، انا وثقت بهذوليك للرجال وتركت القلعه تحت مسؤوليتهم لما بفكر باللي صار فيكي بحس بأسى كبير وبيقول مش قادر أتحمل إنه يعني عاشت كل هالأشياء بمفردها وأنا ما كنت بعرف عنها أي شي وهي طفلة لدرجة إني مش قادر أتأسف لها حتى من كتر ما أنا آسف لهيك هالشي عار كتير كبير فبتقول له شكرا لتفهمك كانت هديك جذور فاسدة توجب علي سحبها من المكان فبيقولها شو هالامتنان الرائع لعاد كتير ممتاز انه تخلصنا منهم المهم بعدين بتقول له صح بس اقصاء كبار السن يعني رح يؤدي اكيد لانفعال كتير كبير لهيك انت ظاهر قال انه بدك تحتفظ على الاقل بواحد منهم وخلي السيد ابيليو جنبك بما انه كان شريك مقرب من زمن جدي رح يتم الاعتراف بولائه وخبراته يعني ما حدا رح يقدر يعترض فبقولها صح بقدر اتفهم يعني هالشي ممكن يسكتهم فا اوكي فينا نرسل رجل اللي بيشبه بجمن لمركز ابحاث المواد والنسيج الجديدة فبيحكي لها بالحديث عن هذيك المادة الجديدة اعتقدت انه راح يكون من الجيد نحولها لشي حقيقي وإنتي ليش هيك كمان شنطة؟ شو رأيك بهالإقتراح هاد؟ المهم بينما هو عم بدخن قال يعني الله يصلحه بحس إنه سيني وجهها ما بيتفسر وبيقول ليش عم بتحس بالقلق؟ هل عمره سيني اتدمرت من قبل بسبب تدخيني للسيجارة في الماضي؟ وهي كمان بتتسأل وبتحكي شكله الأب حاسس إني ما بدي إياه يدخن لهيك بتقرر تستغل هالفرصة وتقول صح كلامك أنا كمان كنت بفكر باستخدام لصنع حقيبة سفر لقماش قوي وفينا نحمي الفساتين الحريرية المجعدة بهالطريقة فبيقوم بحط السيجارة على طرف وهي بتنتبه على الشي فبتتدخل وبتلمس إيده وبتقول له بليز على الأقل كرمال صحتك قلل من تدخين السجائر فبيتذكر بها التصرفات تصرفات زوجته لما كانت قال عم تحكي له انه لازم يكتب بخط واضح اكثر وما بعرف شو وهو كان يحس بصعوبه هي اللي ساعدته لحتى يقدر يكون ذوق جيد بدل ما انه هو بس بيهتم وبيفهم بالجيش وهالامور وكانت تحكي له لازم تحافظ على نبره صوتك وتتصرف بشكل لطيف مع الجميع ومش بس معي انا لانه على فكره قال لرجال الاقوياء المخيفين فين ما بيتمتعوا بأي شعبية فلا سبب هو حكى لها وأنا شو بيهمني ما بدي شعبية بالمرة بيكفي مرتي تحبني المهم وبينما هو عم يتقرب منها قال فهي بتتشم ريحة السجائر وبتنزعج منه على فكرة امسي يعني كتير كيوت كفاس يعني سياني يعني بتحسوها شوي شريرة بس امها لطيفه اكثر وبتزعل منه انه كان عم بيدخن وبتحكي له انت عن جد ما عم تستمع مني فكر بصحتك بليز على الاقل لو لمره لهيك بيصم فيها بعد ما تكون قالت هالكلام وبيحكي لها يا الله هلا بعد ما صرت كبيرة انتي عن جد مثل امك بالضبط واضح انك مشغولة لانجاز بعض الامور يعني بيقلعها فبتحكي له اه تمام رح اغادر بالفعل وبتحكي هي هي المرة الاولى اللي بلمح فيها الدوق بيحكي وبيعبر عني بهالتغيير وبيقول اني بشبه مرته يعني شكله بلش يحبني وكمان بتقول شكله ومشاعره ظهرت أكثر وفعلا بيكون على وشك إنه يبكي لأنه اشتاق لمرته وإنه تأثر بهالشكل وبينما تكون هي قاعدة على هالمكتب اللي ما فيه ما شاء الله عليه ولا أي شيء غير الجريدة اللي عم تقرأها تيجي لعندها ديزي وتقولها جمعت المكونات اللي طلبتيهم مني وكل الخادمات هلأ مستعدين ليساعدوكي وكمان قال في خادمات جداد بيرغبوا برعايتك هالمرة طلبت مني بيكي بانه اخبرك انها ممتنة كتير لانك عالجتي لها الطفح الجلدي اللي بتعاني منه وبهالايام كل شخص بمكان العمل عم بيحبك وبطبيعة الحال من بين الكل مين هو المفضل عندهم تعرفي؟ فبتحكي يعني والله شكله بلشت شعبيتي وعصري تظهر وبلشت الاشاعات تنتشر داخل العيلة وبتقولها تمام منيح انك خبرتيني رح ابذل المزيد من الجهد لحتى اشارك بكل الاشياء التانية واشارككم كمان اختراعاتي بعدين تحكي هل من الممكن انه ينفعل الخدم بسبب بس المرهم واضح إنه دايزي كانت متأثرة كتير بس هي شعرت بالواقع إنه هيكل السلطة كان بيهتز يعني شطورة فبتحكي لها دايزي جد رح يكون الكل سعيد بس هل رح تصنعي مرهم بكل هالأدوات هاي؟ طلبتي المرة كتير من المكونات الثمينة فبتحكي لها لا والله للأسف اللي رح أصنعه هالمرة شي مختلف هالمكونات ضرورية لعلاج مرض الإمبراطورة الجلدي. طبعا اكيد ما بتشارك هالمعلومة السرية مع دايزي بس هي بتحكي هالشي وبتقول عن قريب راح يتم استدعائي من قبل الامبراطور لنتناقش عن منطقة بليم وبوقتها راح يكون من الجيد اصنع الترياق وأخذه. المشكلة هي انه فك الحجر السحري شي مو سهل بالمرة المهم وبينما هي عم بتفكر بالموضوع فجأة بيقتحم المكان إريك وهو عم بيصرخ فبتحكي شو هاد مو أمرت إنه ما حدا يفوت فبيقولها أنا مجرد حدا حدا وأقل وبيحكي لها كنت عم بتسأل شو اللي عم تعمليه هون بصمت وليش انتي هون؟ وقال وين ترجع انفتح المكان كمان مرة، بيعتذر منها الخادم وبيقولها آسف يعني بس شايفة وضعه، فبتحكي له تمام وبتقول عن جد إنه مزعج وبتسأله خير شو اللي فيه؟ احكي بسرعة لأني مشغولة، فبيحكي لها الاجتماع اللي رحت عليه قبل شوي الكل غير مقاعده، فبتفرح وبتقول له والله جد لهالسبب انت جيت كمان شو بدك يعني؟ فبيحكي لها طيب المهم اه هل بتفكري تهربي لمكان ما؟ وبيكون متأثر فيي بتحكي ليش تعبير وجهه بهالشكل هاد وبتقوله شو من وين هالكلام جبته فبيحكي لها النصيحة اللي أعطتيها للونا كانت فعليا نصيحة صادقة قدمتي لها إياها ليش خبرتيها بهالكلام فبتقول يعني مش فاهمة عليك بصراحة ومش فاهمة حتى ليش عم تتدخل كل اللي بتعمله انك تحاول تسعد والدي فبيقولها صح فبتحكي لو طيب نفترض انه كلامي صحيح وانه انا يمكن اهرب بس انا وين حكيت هالشي وين عمري حكيت اني رح اتولى منصب فلس وين عمري حكيت اني رح اهرب بعدين بعقلها بتقول اكيد رح اهرب يا اهبل بس مش منك من بطل هالرواية فبيحكي لها طيب نفترض انه كلامك صح وانك مش حتهربي اذا لي ليش عم بتقومي بتجميع المال عم بتحاولي تعبي جيبك من خلال برجمن ومن خلال اكثر من شغله ومن بطقه بليم فبتحكي واو والله انك ذكي صراحه وبتقول اذا هذا الشيء اللي مضايقك طبعا على فكره بس ملاحظه يعني بغض النظر اني بكره اريك هي ما عم تفهم انه اريك فعليا مهتم فيها ومفكرته عم ينزعج من انه سلطته عم بتزيد وبتحكي له لو كنت مكاني لسه حيكون بدك تعيش هون انت اكتر حدا بتعرف كيف تعاملت بهالمكان ما بتدرك عن جد انه مش من حقك تسألني هالسؤال هاد بعدين بتفكر وبتحكي اللي مريت فيه مستحيل يوم ولا يومين يمحي السنين اللي تراكمت على جسدي استحوذت على جسدي اكتر من امرأة كلهم عانوا من الموت على عدة مرات بخضم هالمرحلة رح تواجه بلا شك خيانة من نوع ما أما الحب فكيف ممكن أقيسه أو أفهمه؟ فهل أنا فعلا حدا عم يبحث عن عاطفة والده ولا لازم أحلم بحياة هادية ورومانسية؟ مستحيل طبعا خصوصا أنه حكت لها الملاك اللي قابلتها مدري القديسة أنه هي آخر فرصة لإلك ما رح تقدر تعيشي بعدها فبتحكي بتمنى بس أموت لحالي بهدوء وسلام بدون ما حدا يقتلني وبتقول له سوري يعني بس لاني كنت لطيفة هالكم يوم مفكر إني نسيت كل الأشياء اللي صارت وبتحكي بعقلها رح أنجح هالمرة هدفي هو النجاح بس أنا صراحة مش عارفة شو هو النجاح أصلاً هل إنه أخلي حياتي يعني ناجحة بعدين بيحكي لها يعني اللي أفهمه إنه أنتي كمان عم تهتمي بالقلعة اللي تحت لأنه كرمال رديان هل بدك تساعدي على الهروب طبعاً هي بتنصدم فيه وبتحكي شو هاد طلع كتير ذكي ما توقعت بالمرة طيب يقولها إذا بدك تهربي وإذا ناوية على هالأشياء إذا بالليل تعالي وقابليني وخلينا إحنا الاثنين نهرب ونتزوج نعم المهم طبعا بتنزلت منه وبتنزل ما بعرف لا تحت وهي تحكي شو هالمجنون اللي دوبي قابلته هاد شو صار له بيقابلها بعدين ملس وبيحكي لها اه اهلا انتي جيتي فبتحكي له جيت بس كيف وضع رديان؟ فبيقولها صراحة كنت قلق انه يمكن يقتل الطبيب بس الحمد لله تلقى العلاج بأمان وبخلاف اعراض التسمم الخفيفة نتيجة لتناول المهدئات لفترة طويلة فهو بيتمتع بصحة جديدة فبتقول على الرغم من انه تقيأ بالدم يعني استفرغ دم بس بتقوله عم بيتمتع بصحة جيدة غريبة هل هاي جد احد اعراض الاثار الجانبية؟ ولا شو فبيحكي لها اذا انت رح تقومي بزيارة رديان اليوم فبتقول على الاغلب بعدين بتحكي كنت بفكر اول شي اروح لاشوفه لا قبل القيام ببعض المهمات لغاية ما ارك حكى شي غريب بدون اي سبب ولهيك قال مدري بتقرر انه ما تنزل تشوف رديان ما عرفت شو العلاقه بصراحه بس بتحكي ما بدي رديان يفهم قال الشي غلط لهيك الاحسن ما اشوفه بلا ما اثير استيائه وبشوفه بغير يوم وبتحكي له لا المره عندي اعمال تانية لازم اقوم فيها فبيحكي لها جد شو مش لازم تتفقدي رديان فبتحكي له خلينا نروح لغرفة الطبيب فيك ترشدني شدني فبيحكي له اكيد هو بالغرفة الطبية طيب هل بتحب تشوفي فالنتين فعلا بتحمل حالها وبتروح عند فالنتين اللي بيكون قاعد عم يصنع جرعات سحرية واشياء وما بعرف ليش متضايق وفعلا بتروح لتشوف فالنتين وبتقول قال انه الخادم حكى لها بانه فالنتين كتير عم يستمتع بصناعة الادوية طوال اليوم بهدوء وفعليا بتركيز وهي بتلاحظ هالشي لدرجة انه حتى ما بيحس عليها فبتسأله شو اللي عم بتقوم بتصنيعه فبيلتفت لها وبتقول له عم بسألك شو هاد فبيحكي لها عم بصنع جرعة حب هي بتقول ها نعم شو هي الجرعة من وينتا اصلا في يكون هيك شي ومن وينتا نشأت مشاعر اتجاهي وبتحكي له اظن انه شربه راح يخليك تعتقد انك واقع بالحب، تنوي استخدام هذا الشيء على الاوهام للناس ولا كيف؟ ولا لا تتحكم فيهم، فبيقولها اتحكم ليش رح اعمل هيك؟ بس الحب شيء حقيقي والرغبه في معاملتك بلطف وانه اسامحك على كل شيء وانه اعتني فيكي، هذا الشيء عادي، فهي بتحكي بالرغم من انه عم يحكي عن الحب واضح انه تعبيره وشعره بدون اي روح لانه للاسف ما عمره بالمره حس فيه ولا عاشه وعيونه بارده وبتحكي كيف بيتجرا انه يناقش الحب الحقيقي في هالمكان هاد فبتحكي له طيب على مين رح تستعمل هالدواء فبيقول بدي اكون شخص محبوب فهي بتتفاجأ وبتحكي له من مين فبيحكي لها منك لأنه قال كان عم بيشوفها لما كانت عم تتعامل مع رديان وكيف إنه بتيجي لتطمن عليه وكيف بتعامله وقال إنه رديان ولي لا وهيك فهي بتتفاجأ وبيحكي لها بدي احس بالحب بالنسبة لإلك، إذا امتلكت العاطفة من خلالك ما رح يكون من الضروري إنه يتم حبسي ولا إني أتعامل بهالطريقة السيئة، وكمان راح أتمكن من التمتع بالعديد من الامتيازات، هيك كان والدي كمان يمنح الامتيازات لإخوانه والناس اللي بيحبوا أخوتي ومش لإلي أنا بالمرة، وقال فالنتين هو اللي قتل الملك داسليو لما اجا وحكى له بابا بتعرف ليش لازم اقتلك لانه بحبك كتير الحب بيخلي الحدا بده يضل يتذكر هيك انا سعيدة انه هاي هي اخر ذكرى الي معك وبتحكي هي بالاصل توفي الملك داسليو على ايد فالنتين لانه بيحبه يعني شكله واو الحب تاعه كتير رح يكون اسطوري بيحكي لها ارد ان اقدم الهدية للاميرة اذا حبتيني فبتقول يا حسرتي هاد الحب اللي بيحكي عنه فالنتين إنه يقتلني وبيقولها الوعد اللي وعدتيني فيه لما همستيلي هديك المرة كنت بتسأل اذا فعليا رح تعمليه فهي بتتذكر انها حكت له مين برأيك اللي رح يساعدك لا ترجع لمملكتك يعني انا اللي بمتلك هالقوة لكن يعني هو بوقتها اطاعها وهي له يعني انت نفسك ترجع للمملكة فبيحكي لها نفسي فعلا فهي بتطلع فيك وبتقول هدول الإذان اللي ارتكبوا قتل لا يحصى وعيون خالية من أي شيء ولا من الاستسلام لما يتعلق الموضوع بهالشي واضح انك فيك تقلد الكلب وتعمل حالك مطيع السبب هو انه بده الوحش اللي جواتي فبتحكي له من وقت مش بعيد امرت بازالة القيود السحرية حوالين رقبتك بس شخص بمثل قوتك ليش ما هرب لهلا وليش عم بيطالب انه انا اقدم له الحريه وهي بتحكي له انا قادره اعرف انت اصلا فعليا فيك تهرب بس بدك مساعده لتغير هويتك لانك لو طلعت هلا راح يعتبروك عبد وما راح تقدر تتساعد لك انت عم تستنى مني احررك من هناك فيني على فكره اخلي حدا يعطيك اسم جديد و كمان بسهولة وطالما خبرتك انه رح يكون فيك بوقتها تروح قد ما بدك لمملكة داسليو وبتحكي حاسة انه الوضع عم ينجح وانه عم يقتنع بكلامي ولك بتقول سمعت انك بتقدر تشتغل بالجرعات السحرية هل فيك تصنع ترياق للاحجار السرية فبيحكي لها والله ما تعلمت يعني هالشي بس بما انه فيني اقتل الناس بالجرعات السحرية اكيد فيني كمان انقذهم فبتقول له ممتاز فبيحكي لها بس في شي واحد بتمنى انه تفضليني عن راديان لهيك اهتمي فيي انا بدله يا حسرة طب مش المفروض كانت تصيروا انتو الاثنين رفقات بعدين بنرجع نشوف لونا التافهة وبتكون قال عم تسأل خادمتها كيف عم تشعري هل انت بخير حاسة بالندم قال لانه يعني كل شي صار بسببي فبتحكي لها الخادمة لا مو مشكلة كلام الاميرة ما كان غلط تماما بس خلص انت عملتي اللي عملتي فبتحكي لها يعني ما بتكرهيني لانه تعرضت للصفع قدام كتير من الناس بسببي فبتحكي لها الخادمة لا اكيد ما بكرهك وفوق كل هذا الاميرة يعني هي سيني اعطتني مرهم من خلال دايزي واستخدمتها وتحسنت حالتي بسرعة فتحكي لها والله طيب انا سعيده انه تحسنتي لانه كنت خايفه انك ما تكوني بخير فبتحكي لها بصراحه دايزي كانت حزينه انه سيني ضل طول الليل عم تصنعه وحكت انها منحتني علبتين كرمالي انا خصيصا فهل بتحبي تاخدي واحده لانه بشرتي صارت اجمل اتوقع انه هيك شي راح يناسبك إيه فبتحكي لها لونا عن جد رح تشاركيني وتعطيني منك انا ممتنه كتير لإلك وبتحكي من وين فجاه بطلتي تهيني سياني وهلا بتتغزلي فيها وبتحكي انها اميره فبتحكي لها طيب هل ممكن تخفي هالشي بيننا فبتقولها اوكي شكرا كتير وبتحكي ليش سياني عم بتشارك هالاشياء للبنات بعدين بتطلع هيك فيها وبتقول شو اللي رح أعمله شو رح يصير إذا ظهرت آثار جانبية أنا قلقانة كتير يعني قال بدها تخلي انها استخدمت هاد المرهم وطلع لها اثار جانبية لحتى تدمر مخطط سياني وتخلي الكل يخافوا ويستخدموه بعدها بنشوف البنوتة الصغيرة بنت الامبراطور ركضت بسرعة تجاه عمها على فكرة طبعا هو بيشبه رد يعني كتير لانهم قرايب مثل ما بنعرف وبيحكي لها ليش هيك عم تتصرفي مثل الهبايل وهذا اللي اسمه كايلوس المهم بيطلع هيك لا الخادمات وبيقولهم شو اللي خلاكم تجيبوا الاميرة للمعبد حكي قلت لكم انه ما تعملوا هالشي واذا انا بدي انا اللي باجي فبتطلع فيه وبتقول يعني مش متشوق تشوفني فبيحكي لها بلا اكيد بس لو بدي بس خبريني ولا لو اشتقتي لي خبريني وانا اللي رح اجي بدون ما انتي تيجي للمعبد فبتحكي طيب هل شفت هديك البنت الملاك فبيقول ملاك شو فبتعتذر منه الخادمة وبتحكي له انها شافت صورة للاميرة فلس وهي من وقتها عم تحكي عنها انها ملاك لهيك ابليس سامحنا انه الاميره حكت هالكلمات عن جهل وهي لسه طفله وما بعرف شو فبتحكي له موريانا اللي هو اسم البنوته الكل على فكرة بيخاف منك لأنك بتغضب بسرعة فبتقول الخادمة لا والله بس عن جد ممكن ننقتل على هالتصرف هاد وقال زي كأنه إحنا علمناكي لهيك شي غلط المهم بعدين هاد قال بيكون عم يحكي إنه في أوراكل بيعرفه إنه فعليا ممكن شي مثل القديسة تظهر أقوى قديسة وما بعرف شو وبيكون يتمنى إنه ما تكون هي موريانا لأنه بدي إياها تضل طفلة دلوعة حلوة لطيفة بدون ما تكون مضطرة لإنها تقوم بأي أشياء تانية وبيدعي بهالشي فبتحكي له موريانا هل بدي انضم لك وهل بقدر لهالشي وبعدين بتحكي قال انه نفسها يكون اكثر لطف وانه يكون رجل كريم اكثر فبيحكي لها واو عن جد شكلك حابة ابهدلك فبتحكي له خلص ما رح اعيدها فبيسألها طيب ليش عم تحكي عن البنت اللي اسمها سيني بانها ملاك فبتحكي لانها كتير حلوة اكيد المهم فبيقولها هالكلام مش منطقي ولازم ما تحكي هيك عن البشر وانتبهي لانه ممكن انتي هيك تورطي اصلا البنت اللي بتحبيها واللي هي سياني فبتحكي له انت مزعجة كتير فوق وفوق كل هاد انا متأكدة انه هي عن جد كتير كيوت بيظهر بعدها ابوها وبيحكي اذا بنتي كانت هون مع خبرتها الف مرة ما تروح للمعبد لكنها ما بتستمع لي هاتها خليني اخدها ونغادر بيحكي الامبراطور والله بنتي لما تنام بتبين مثل الملاك بس وهي صاحيه يا حسرتي بحس كاني عم بربي حيوان حرفيا فبيقول له كارلوس على فكره بنتك غريبه وعم تحكي مثل كانه انه ابن اختك لسه عايش وعم تتعامل بهالاساس تعرف عن شو عم تحكي موريانا معقول ابن الامبراطورة ايزا يكون لسه عايش فهو ببلش يفكر بهالاشياء وبيحكي انه هو طبعا ما قتل ابن اخته بس بيتسأل لانه يمكن تم تهريبه يعني هو قدر يهربه وما انقتل وبيحكي يا ريت يكون عايش ولو كان عايش راح تعتبره مثل اخوها الكبير بعدين بنشوف الخادم اللي بيروح قال يدق الباب على رديان ويقول له انه قال الاميرة طلبت مني اخبرك شي فبيقوم يفتح له الباب وبيحكي مش قادر اصدق انها قدرت تتروض هالشرير هاد بيطلع فيه وبيقول له هاد المرهم قال بتحطه على جراحك وكمان الحلوى المفضلة عندك قدمت لك اياهم بيطلع هيك وبيقول ليش كأنه مش طبيعي ومش مثل العادة معقول انا قادر اشوف رديان عم يبتسم ينصدم كتير هو بيحكي لا شوي انا هلا هل صرت متاكد انه فعلا تياني هي اللي رح تصير مالكه القلعه الموجوده تحت الارض لانه هي بتعتز كتير باقوى نورما واللي هو راديان وكمان راديان نفسه اصلا واضح انه بصفها انا على دراية انها لسه ما بتوثق فيها تماما لهيك اذا ما صرت صديق لراديان يمكن رح اتمكن من الحصول على رضا الاميره بالتاكيد هو شي مخيف بس يمكن اجرب بعدين بقول له صاحبه السمو الاميره كتير لطيفه صح أوه شكلك للأسف شكلك رح تموت بالغلط وبيحكي أول خطوة قال لازم أبني التعاطف وبيحكي أنا كمان استخدمت هذا المرهم وكان كتير فعال وفوق كل هاد حرق فالنتين إيديه أثناء تجربة الطب بس مع المرهم اللي أعطته إياه الأميرة تحسن بسرعة يا إلهي خلص دمر كل اللي كانت عم تشتغله بينصدم رديان كتير وبيقول له نعم عيد اللي حكيته فبيحس انه عمل مصيبة وبيحكي شو الورطة اللي اعطيتها وبيحكي له رديان خبرني مين اللي اعطى شو لمين يعني حرفيا بيحكي له حيدي اللي حكيته كمان مرة لخليني افهم بيحس طبعا برعب كتير كبير وبيقول اكلنا هوا وبيتسأل هل رح اموت اليوم عم بتحاول تقتلني صح فبيحكي له رديان ليش عم تحكي لي هالكلام طيب بتوتر لا ولا شي بس يعني عم بخبرك بالاشياء اللي صارت فبيحكي له يعني شو هالغباء اللي بتحكي لي انه هي اعطتك انت وكل العبيد اللي هون مرهم هل بتحاول تحكي انه الاميره كريمه مع الجميع صح فبيحكي له لا لا اكيد مش هيك قصدي انت بتعرف انه هي بتحبك اكثر من اي شيء شخص ثاني بالاونه الاخيره اصلا كانت تيجي بس وتوقف وتتفرج عليك وانت نايم واخر مره وبغتني لاني عم بعطيك مهدئات هي بتتصرف بس باللطف معنا أما الحب الحقيقي فهي بتكنه لإلك مش لإلنا وبتحسه إنه فعليا سكت وهدي وإنه خف رعبه عن قبل فبيتال إذا إذا هيك قدر ينجو وبيقولو طيب آه في شي لازم أعمله رح أغادر هلأ بينما رديان قاعد بيتفرج وبيحكي يعني بالنهاية طلعتي ما عم المرهم بس لإلي مثل ما توقعت بعدا منشوف الامبراطور اللي بيكون عم يحكي رح يكون كتير حلو لو كنا عم بنعيش حياة طبيعية بشي مكان وبوقتها كنت رح اقدر انظر لواجه ايزيل على الرغم من انه كلمات مريانا خلتني الان الا انه ابن ايزيل ظهر في بالي هلا هناك احتمال ضئيل انه يكون عايش عن جد فهل موري نطقت اسمه حقا وحكت انه اسمه اوبا ولهالسبب هم حاطين احتمالية انه موريانا يعني يمكن هي اللي تكون الكاهنة القوية اللي قال الاوراكل حكت عنها وبيحكي له الملك طيب بما انك قلقان شوي بسبب اللي حكته مريانا فشو بالضبط حكت يعني فبيحكي له حكت انه في حدا عم يعتني بكانه رديان طبعا هم ما بيحكوا اسمه رديان هم بيعتبروا انه له اسم ثاني الاسم الحقيقي وكمان بيحكي له انها عم تحكي عن اميرة فلسطيني بانها ملاك قال لانها كتير حلوة فبيبلش الملك يضحك ويقول له جد هذا هو الشي اللي خوفك يعني عن جد طلعت كتير غبي شو هالقلق هذا فبيعصب وبيحكي له لا تضحك على هالكلام، عن كل الأحوال، بعد بنشوف سياني قاعدة مع والدها وبيسألها هل في عندك أي نية لتصير المسؤولة عن تعليم جد بنت الإمبراطور بشكل مباشر؟ فبتحكي له ليش فجأة عم تسألني هالسؤال؟ فبيقولها لأنه هو حكى بدي كل المرة بالقاعة. وقت ما كنا عند بينيو انه رح يخليكي انت تدربي بنته ليه كنت عم بتساءل عن هالموضوع وبعدين استدعاني بشكل فردي وطلب مني اسالك جد عن رايك فبتبلش يعني تفكر وتقول اكيد اه لو بقدر ليش لا وبتتساءل كيف كانت اصلا الاميره بالقصه الاصليه قال في لقب تاني للاميره هي الافضل من بين الجميع وهي الوحيده الاميره كتير عنيدة وتعلمت انها تؤمر الكل مع انها طفلة لسه وكان من المستحيل احصاء عدد الخدم اللي بكيوا بسببها لهيك بتقول ما اتوقع انه الاميرة رح تحبني وما عندي الوقت لا اراضي طفلة لاني مشغولة للغاية فبيحكي لها انتي فبتقول له لا يمكن أغير رأيي على الأغلب رح أرفضه طبعا هو بنعرف أنه حاكي مع دايزي لما راح وسألها وين سياني يعني فقالت له أنه سياني يعني موجودة بالصيدلية عم تصنع بعض الأدوية فقالها غريبة شو اللي عم بوديها هناك فحكت له عم تصنع شي تاني غير المرهم وهيك فقالها والله بنتي كبرت ونجت فحكت له بتحب أدلك للطريق قالها لا أكيد أنت مشغولة وما في داعي أصلا للموضوع واو يحكي للخادمة انت مشغولة طيب هي بعدين قالت له في شي بدي اخبرك اياه هي كانت موجودة لما سياني حكت لأريك اكيد بتعرف انه مستحيل يكون نفسي اضل عايش بهالمكان لاني تعاملت بشكل سيء وبتقول له يمكن انا بتكهن بس السيدة يعني سياني هي عن جد بنت كتير لطيفة مع انها تعرضت للمضايقات المستمرة بالقصر بس كانت تضل مستقدة طول الليل تحضر لنا المراهم لهيك كمان هي حكت شي بانها ما نسيت الايام اللي عاشتها بالقصر وبتقوله كمان على فكرة هذيك المرة بالعشاء كتير استمتعت بحفل العشاء اللي صار مؤخرا كانت متحمسة بشكل كبير والمرهم اللي عملته لإلك عملته خصيصا ولحال واستخدمت فيه اشياء اهم يعني اذا فاهم قصدي فبيحكي لها قصدك انه لازم نكون الطف مع سيني فبتحكي صح هاد قصدي اسف اني عم بحكي هيك بس بحس هي الطريقة الوحيدة اللي نخليها فيها سعيدة بس اكيد الكلام مش صح عن سياني فهو بيحس بالحزن وبيقول سيني بتوقع انه للاسف اللي ما قابلك وحكى معك منيح راح يكرهك وبيكون حاسس حاله اب سيء ما عمل شي وخلى بنته المسكينه تعاني كل هالاشياء وبيقول مش قادر اصدق اني سعيد بمثل هالمعروف الصغير اللي قدمت لي اياه شو اعمل ولهيك هلا بيحاول هو كمان يكون الطف معها وبيقولها مساعدتك لإلي بمراجعة المستندات في هالفترة خلت عملي يصير أسهل لهيك إذا احتجت لا شي خبريني أنا على استعداد أساعدك فقالت له في الواقع عندي بعض الكلمات اللي نفسي أحكيها حتى لو ما سألتني بتقول فعلا انا كنت رح اطلب منه بدها تغير المعايير الموجودة بالقلعة اللي تحت وبتحكي ما بعرف شو اللي عم بتأمله بس بفضلك راح تحاول تنحل الامور بشكل افضل وبتقول له في بعض الموجودين تحت بدي اخليهم خدمي الخاصين فيا مباشرة بيحس الاب بالصدمة ويعني هيك بيشنج مكانه وبيقولها خدم مباشرين كأنه الطلب مبالغ فيه هي بتخاف شوي وبتحكي له بالواقع والدي بيعرف هالشي انا ما بعمل ألعب مع النورما لاحظت انه معظمهم ما تلاقوا التدريبات المناسبة حلاوة على هيك في اليوم الاول اللي رحت فيه للقلعة تحت الارض مع اريك راديان كان نايم بسبب تأثير المهدئات وحتى بمرة تانية لقيته كان مغطى بالدم لانه قال مدربه كان غاضب منه وكان يضرب فيه وبتقول بالنهاية أنا وعدت أطلع من هداك المكان لهيك لازم أعمل هالشي وأبلش أولا بإصلاح القلعة الموجودة تحت الأرض بعدين لكل حادث حديث ولهيك بتقول له هلا إريك بيستمر بإهمال القلعة الموجودة تحت الأرض وبيتركها بأيد المدربين دون المستوى المطلوب لهيك امنحني القوة الحقيقية لأشرف أنا على القلعة السفلية وبتحكي له موهبتهم كتير كبيرة مش لازم نتركها تتعفن تحت الأرض فبيحكي لها خلص بكفي انا بعرف انك عم تتحكمي برديان بدون اي مشاكل حتى هلا ومتاكد انك رح تقومي باداء جيد بالمستقبل ومثل ما حكيتي اذا تلقوا النور من التدريبات المناسبه راح يظهروا اكيد موهبتهم العظيمه بس انا قطعت وعد لامك انه ما فينا نطلعهم للعالم لسه فبتحكي لو طيب اذا خلينا نخليهم خدم مباشرين لالي وبتحس انه ضميره عم بانبه على الكلام اللي سمعه وبيحكي لها هالشي ممكن بس بفضل اعملهم بطريقه مختلفه فبتحكي له بس انا بمتلك طريقه افضل وبتتساءل معقول يكون جد بحس بالذنب لانه حابسهم تحت الارض اذا هالشي ممتاز ومعناته ضميره حي وبتقول له كل اللي لازم تعمله هو انك تحط قناع وحتى ما حدا يقدر يتعرف عليك بالشكل الصحيح ونفس الشي هم فينا نبعثهم لأي مكان بأقنعة وهيك ما حدا رح يعرف مين هم فبيقولها طيب كلامك منطقي بفهم إنه القناع رح يخفي هويتهم بس أنا ما بضمن شو اللي ممكن يعملوا وهم أشخاص عنيفين فهي بتحس بالإحباط وبتدق إيديها بالطاولة وبتحكي له أنا بالفعل قمت بتحرير رديان وهو هلأ بدون قيود فيك تنزل وتشوفه وقت ما بدك ونفس الشي فالنتين كمان ما كان عنده أي مشاكل وعم بيقوم بأداء أشياء مهمة بالصيدلية كنت معهم بنفس الغرفة بدون سلاح ناهيك عن انه اكون حاطة قناع وهلا انا قادرة اناقشك بشكل جيد وبتحس بالازعاج وبتقول على فكرة هم ما عملوا هالاشياء من نفسهم ولا انجنوا وصاروا عنيفين هيك فجأة هم تمردوا بس لانه المدربين عم يعملوا فيهم كل اللي بدهم اياه ولانه الكل عم يطلق عليهم اسم لوحوش صاروا يتصرفوا مثل لوحوش وهدوليكم من الاشخاص اللي حولوهم للوحوش يعني المدرب هو الوحش الحقيقي فانت شو رأيك وبتكون حاسة بقهر كتير كبير طبعا اللي خلاص يعني تحس بقهر كتير وتعاطف كبير مع يعني والشلة غير طبعا انه بدها تعيش انه مرة عاشت بوحدة من الحيوانات عاشت معاناة الجوع وكانت محبوسة بمكان مستلقية في لحالها بغرفة مظلمة بدون حتى أي شعاع من الشمس زحفت على الأرض تدور على رشفة مي حتى لو قطرة واحدة خدشت الأرض بأظافرها بيأس كتير كبير لحتى تحصل على أي نقطة وقيامها بهيك كان شي أسوأ من الموت وبتقول حتى كنت سعيدة بالخبز المتعفن اللي كان قدامي كافحت لحتى أعيش لهيك معقول هالشي كان اختبار كان الخلاص الوحيد في عالم ملتوي هذا العالم اللي كنت ممسوسة فيه وهو العالم اللي خلاني ارتكب جريمة قتل سبب بس قطعة خبز وهناك الناس اطلقوا علي لقب الوحش وصرت بس باكل الحشرات كل هاد لانهم اجبروني اعمل هالاشياء بتحكي ما في داعي اتذكر هالامور انا ما بتألم لما اتذكرها بس ليش ليش هلا كتير حاسة كأنه أنا المأزية وبتبلش تتساءل وتحكي هل عمرك جد حسيت بالإلهام من بنتك المزيفة ولا أنت بس عم تتعاطف مع النورما ولا شو بيقوم الأب وبيمسكها هيك وبيسألها أنت بخير لأنه بتكون بلشت تتغيب فبتفتح عيونها وبتقول له أنا تمام ففيك تفلتني فبيحكي لها حاضر مثل ما بدك وبيقعد وبيراجع هيك الكلام اللي حكته وبيقول حسيت انه سياني حاسة حالها بنفس موقف النورما الموجودين تحت كأنها محبوسة معهم هالشي طبعا كتير زعجه بعدين بنشوف بيرجمان واللي هو مثل ما بنعرف المصمم وبيسألها احنا ليش تحت الارض ووين احنا فبتحكي له اعتبر حالك في مختبر فلس فبيقولها طيب فبتحكي لو بدي تصنع أربع أقنعة للي رح يصيروا فرساني اليوم رح نقوم بتحصيل قناع الفارس الأول وبنعرف إنه والدها قالها أوكي إذا كلامك فعليا صح أول شي بدي أقابل الولد اللي اسمه رجان هل فيكي جد تضمني سلامتك وتضمني يضل هادي وهو مرتد القناع فاتفقدي وشوفيلي وكان هذا هو الشرط لحتى انه يقبل يعمل هالاشياء وهي حاسة الشرط طبعا كتير سهل لانه عارف انه فيها تسيطر على رديان بس شو رح يصير لو فعليا رديان هلأ بعد ما قال له الخادم انك بتقدم الاشياء للكل يمكن ما تقدري تسيطري عليه المهم بيقولها طيب ما في مشكلة اني اصنع القناعة طبعا قال لما تفوت يعني بتقول ما فيني انادي رديان باسم رديان مش عارفة يعني ليش قال بتقول ما بدي يتم اكتشاف انه موجود هون لهيك لازم انا له اسم تاني وبتقرر تنادي ليريا فبيحكي لها لما ينزل مين هاد ليريا اما بيجمان قال فكتير بيحب جماله وبيحس انه شخص كتير وسيم المهم بيحكي لها شو عم بتنادي شو هالاسم الاهبل هاد فبتحكي له انت اسمك ليريا فبيقولها نعم انا فبتحكي له لا أقدر أنا ديك برا هاي كلمة مرور ما في حدا بيستخدمها وبيفهمها غيرك فهو مثل لقب خاص بيننا فبيحكي لها له شو هالسخافة هاد فبتقول معنا عم يحكي إنه الحكي سخيف إلا إنه مبين سعيد كتير يمكن لأنه سخيف بس ما فيه في يخفي تعابير السعادة فبتقوله طيب يا لاريا خلينا نجهز حالنا تمام رح أدعوك لديا بالخارج فبتقوله سمعتني فينا نطلع هلأ فبيقولها لحالي هي ما بتفهم فبيقترب منها وبيحكي لها افهميني هل بتخططي لانه تخليني انا الوحيد اللي اطلع بتطلع فيه هيك وبتسأله هل انت خايف تخرج؟ فبقولها اكيد كتير مخيف الموضوع كتير بيخوف لايك بليز لا ترسليني لحالي فبتقول غريبة مبين مثل الطفل جد وهو خايف وبتقول غريبة بالاصل انا متأكدة انه رديان كان بده يهرب من القلعة الموجودة لهيك غريبة انه مش متحمس يطلع وبتقوله اكيد ما رح اخليك تروح لحالك لهيك عندك ساعتين بس ترتدي قناع وتضل جنبي طول الوقت وما تتكني وبتحكي له فكرت انك رح ترغب بالمغادرة بس اذا كنت خايف فما في داعي فبيحكي لا مش خايف اني اكون لحالي انا بس ما بحبه لانه انتي حكيتي انه رح تحميني فهي بتقول له اه اوكي ماشي بحميك بس بعقلها بتقول شو الغباء هاد انت المفروض تكون حارس الشخصي كيف انا بدي احمي حارس الشخصي قال وبنسمع واحدة من الاساطير عن القديسة اللي اسمها فينوس بالاساطير القديمة فينوس كانت تسمى حاكمة الجمال ليش لانا كانت كتير حلوة وكان في شاب حبته فينوس كانوا الناس يتسألوا قديش حلو لحتى فينوس بنفسها تحبه كان اسمه مارس وكان برضه شديد الجمال كان بس بالحقيقة هو رئيس الحرب والدمار وهو مجرد شيطان ولما يتحول لحاكم الشياطين كان يرتدي قناع لهيك ما قدرت فينوس تعرف انه هو شيطان ويقال انه اخفى طبيعته الاسية بالاستمتاع بالدماء والقتل وكان لطيف بس قدام فينوس لهيك برجمان بيكون كتير مهووس فيهم قال وحاسس انهم بيشبهوهم وكتير شايف في رومانسية بينهم يا خلص برجمان كرهتك المهم بيقول صورة الاميرة والفارس اللي شفتها داك اليوم صدمتني تحفة فنية كتير كبيرة فهي بتحكي له بس انت عم بتبالغ فبتقول بعقلها يمكن يكون معه حق بالنهاية رديان كتير حلو وبتقول المنتج النهائي جيد أكيد رح يناسب الوضع وبتتشكره وبتقول عجبتني وفيني أعتمد عليك جد بدي إياك تجمع الأقنعة والزي الرسمي للثلاثة التانيين فهل هذا ممكن؟ فبيحكي لها أكيد رح أبذل كل جهدي فبتقول إذا أنا واثقة فيك. وبتحكي إذا بدي أغير رأي الضوء لازم مش بس أورجيه راديان لازم أطور أكثر وأجيب أكثر من حدا لهيك بتحكي في حفلة قريبة بعد مهرجان العشاء وهناك رح تقام مسابقة لصيد الوحوش رح تكون هذيك المرحلة الأولى لا فرساني الله يستر من المصيبة اللي رح تعمليها وبتحكي متأكدة إنه رح أقدر أستعد بشكل مثالي بمسابقة الوحوش بيشاركوا فيها نخبة الفرسان من كل عائلة وبتثبت العائلات الفائزة وبنفس الوقت فيها تعزز سمعتها لكن هي فرصة ذهبية فبيحكي لها بس إحنا عنا جيشنا الخاص مش محتاجين للفرسان وما بعرف شو إجت هي وكمان عم تعمل كنه اجتماع وقاعدة مع الكل بتقترح أفكارها فما بيعجبها الكلام والدها بعدين بيحس برضو مين؟ الشاب اللي بصف يعني انه الدو مش حاسس بالراحة ومش واثق بقرارات يعني هيك بيحكي ما بعرف شو اللي بتفكر فيه بس بما انه ما بشكل ضرر على العائلة رح ادعمها لا هيك بيحكي له سيدي ما بعتقد انه اقتراحها سيء من المستحيل القول انه الصورة الخارجية لعائلة فلستي جيدة بسبب ما حدث حتى الان لهيك هي اكيد ما رح تعمل اي شيء وبيقول بعقله ان ولدت بعد موت والدتها وتم ارسال والدها لساحة الحرب تم فسخ خطوبتها من قبل الارشدوق بيطلقوا عليها ساحرة العيون الحمراء وكتير كلام مو في كتير اشاعات غريبة عم بتدور هالفترة شو رأيك نغتنم هالفرصة لنعزز شرف العيلة فبيقول له ماشي كلامك اللي عم تحكيه مش غلط وكمان من أجل الحفاظ على الانضباط أخبرت أيضا الجنود في الدوقية فبتحكي له سياني لا أنا بقترح شيء تاني موضوعية فلست ما ظهرت من زمان من وقت وفاة والدتي لايك رح يكون من المفاجئ للفرسان اللي بيقاتلوا بس البشر انهم فجأة يصيروا بدهم يصيدوا لوحوش لهيك لازم نترك الوحوش لا يتعاملوا مع الوحوش نفسهم مو على اساس كنتي ضد الوحوش المهم بتقول له بيشرفني احصل على هذا اللقب ما بتوقع انه في حدا اخر ممكن يحصل عليه غيرنا، ليك انا بدي الشرف هاد لاني من عائلة فلس، وبتحكي انه والدها من هذا النوع من الاشخاص جندي معتمد يحصل على عدة ميداليات وبيحملهم حتى لو كان جبان وهرب من الحرب حدادا على وفاة زوجته هو ايضا شخص بيعرف شرف تربية الاطفال رفقة. أولاده اللي اخذهم من رفيقه وبما انه الدوق مهووس بالشرف فأكتر شي بده اياه انه يثبت الشرف السلطه العسكريه ليك انا هلا راح اثبت مدى قوه فيليس وراح احصل على مكافأة كبيرة لهيك بتطلب منه يعطيها الفرصة وبتقول انه الضوء اللي بنى القلعة تحت الارض بيعرف اكثر من اي شخص مدى قوة النورما لهيك فرصة لعرض الفرسان تحت قيادتي المباشرة وهي هي الخطة هي هي الطريقة الاسرع والاسهل لاكسب ثقة الضوء بانه يخلي النورما فرسان وهيك بتقدر تخدعه وبينبسط وبيقولها فعلا عن جد والله صادقة الدم فعليا بحن انتي مثلي بايام الشباب على كل حال فلست اقوى عيلة بالوجود لهيك انا موافق وبتحس حتى انه الموضوع عجبه يمكن حتى اكثر من اللازم لانه بيضل يحكي معها ساعتين عن الامجاد وبهيك بنكون وصلنا لنهايه القسم الرابع من حكايه سياني الحلوه مش قادره احكي لطيفه لانه سياني ابعد ما يكون عن اللطافه ولا شو رايكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات بنشوفكم ملخص جديد ولوقتا ¡Sayonara!